أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء المتجدد وحلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم. من المؤكد أن تطبيقات الليزر كثيرة متعددة في حياتنا، ولكن كيف يمكن الاستفادة منها لخدمة البشرية؟ كيف يمكن تطويعها لخدمة البشرية؟ معنا ومعكم لإلقاء الضوء حول هذا الموضوع دكتور محمد الربعي، خبير الفيزياء بوزارة التربية والتعليم. مرحبا بك. أهلا بسيادتك وسيادة المشاهدين. أهلا بك. يمكن عايزين تذكرة كده في البداية، كنا في حلقة سابقة تكلمنا عن فكرة الليزر وقد ايه فعلا مختلفة عن الضوء العادي او الشعاع العادي، فلو حضرتك تذكرنا بيها في البداية قبل ما نستعرض فكرة التطبيقات الكثيرة او المتعددة للليزر. طبعا احنا قلنا ان الليزر موضوع كبير قوي، ما ينفعش ان احنا نختزله في محاضرة واحدة، فاحنا او في حلقة واحدة، فخلينا الحلقة الماضية كانت يعني ايه الليزر الاول، وقلنا ان هو اختصار لكلمة مش انجليزية ولكن ل light amplification by stimulated emission of radiation. light ال amplification A، وبناخد بقى بعدها ال A وال S وال E وال R اللي هي تضخيم الضوء بواسطة الانبعاث المستحث. وقارنا بين الضوء العادي والضوء بتاع الليزر، وقلنا الضوء العادي ده انبعاث تلقائي، اما الضوء المستحث ده اما الليزر ده ضوء انبعاث مستحث. قلنا الضوء العادي بيتشتت، وبذلك كل ما بيمشي مسافه بيقل الضوء بتاعه، ده يخضع لقانون بنسميه قانون التربيه العكسي. طب احنا كناس مش دارسين فيزياء بنفهمها ازاي؟ ان كل ما ببعد الضوء عن مصدر حائل بلاقي البقعه بتاعته بتبدا تزيد 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 الى ان تختفي خالص، ده ضوء عادي. اما الليزر لا، ده فوتوناته مترابطه، فبالتالي هو من اول ما بيطلع لغايه ما اخر ما بيوصل هو نقطه واحده بتمثل كل الفوتونات اللي طالعه منه. طبعا هو بيحمل طاقه كبيره جدا جدا جدا. هو ضوء ومش ضوء، يعني ضوء قدامنا لكن هو يعتبر زي ما هنشوف في الفيديو سلاح مثلا قاطع بدرجه كبيره جدا، سلاح خارق بدرجه كبيره جدا، اللي هو ازاي طوعنا الضوء ان هو يكون سلاح حاد نقدر نستخدمه. ده بيشوقنا يا دكتور محمد ان احنا نتابع مع حضرتك ومع الساده المشاهدين هذا الفيلم العلمي، لان دايما الافلام العلميه بتثري هذه اللقاءات وتوضح المعلومات اكتر. يعني زي ما شايفين دلوقتي الليزر بيبقى انواع كثيره جدا والوان كثيره جدا. ده ليزر، شعاع ليزر اتوجه لولاعه، الطاقه بتاعته خلت الولاعه تنفجر. طبعا الليزر زي ما قلنا الوانه كثيره جدا زي ما احنا شايفين، بيختلف في اللون والطاقه من حسب الاستخدام والاهميه. خلونا نشوف، يعني مثلا لو دي بالونه منفوخه اهوت بالهواء ووجهنا لها شعاع الليزر، في اقل من جزء من الثانيه بتبدا يحصل اختراق للبالونه وبالتالي انفجار للبالونه. نفس الكلام، بص شوفي الليزر لما يتوجه لعود الكبريت، خلينا فيه الشعله بتاعته بتولع على طول. يعني ده معنى ذلك ان انا قدرت اوصل لدرجه حراره كبيره تخلي الشعله تولع. وكمان لو احنا جينا بقى نعمل عمليه القطع بيه زي ما احنا شايفين كده، اكنك بالظبط معاك منشار وبيقطع بدرجه او بزاويه حاده كبيره جدا جدا، فبالتالي بيديني الدقه اللي انا محتاجها. طبعا قيسي على ذلك بقى لو انت استخدمتيه في عمليات الجراحيه في القطع وفي المعادن وفي الكلام ده. طيب لما نشوف دلوقتي مثلا القطع اللي حصل نتيجه الليزر ده، بنلاقيه الخصائص بتاعته مستوي وعلى درجه واحده من التساوي، فبالتالي ده بيديني مواصفات تقدر تخليني استخدم الليزر في استخدامات كتير. طبعا الليزر زي اي ضوء بيحصل له انعكاس زي ما احنا شايفين. طب قوه الليزر زي ما احنا شايفين كده، لما نيجي نولع شعله ونحطها جنب الانبوبه دي مش هتولع، وضوء عادي هو مش هيولع ولو انت كبرت الموضوع 20 مره، يعني اعمل لك اكس 20 اهو 20 مره مش هيحصل له حاجه، مع ان الولاعه جنبها نار، يعني الولاعه جنبها نار. طيب لو جيت بقى ركزت خطوط ليزر باستخدام عدسه محدبه زي ده، بص المشاهده ايه اللي هيحصل. قدرت ان هي تخترق الزجاج او البلاستيك اللي معمول منه، ووصلت الطاقه الحراريه في جزء صغير جدا، يعني جزء صغير جدا من الثواني للغاز وقدر ينفجر. فطبعا ده بيفتح لنا افاق كبيره لاستخدامات الليزر في حياتنا. بيستخدم في عمليات التصوير تحت الميه، يعني ودراسه العمق بتاع الميه بدرجه كبيره جدا. الليزر هنا قدر يسهم في تصوير حاجات كتيره في اعماق البحار ما كناش نقدر نوصل لها بالتصوير العادي، وفي نفس الوقت قدر يدينا معلومات كافيه
عن اعماق البحار والمحيطات. احنا عارفين طبعا ان في محيطات العمق بيوصل لمرحله ان بيبقى في ظلام دامس تحت، ما تقدرش ان انت تشوف اصلا اي حاجه عشان تقدر تقيس. لا، الليزر قدر ان هو يحقق لي الموضوع ده. اصبح دلوقتي التصوير بالليزر زي ما احنا شايفين بيقدر يطلع اشكال جميله جدا. استخدم برضه في الاسترونومي او علم الفلك، يعني ودراسة الكواكب ودراسة النجوم وتحديد المسافات بين النجوم. احنا عارفين ان المسافات بين النجوم والكواكب مش بتقدر بالمتر ولا بالكيلو، لكن تقدر بالسنة الضوئية. أشعة الليزر تقدر تمشي هذه المسافات وترد تاني، يعني يقدر يروح وينعكس ويرد تاني، والمحطة اللي أرسلته تقدر تستقبله. وبحسابات بسيطة صغيرة جدا نقدر نعرف المسافة اللي بين الأرض وهذا الكوكب أو هذا الكويكب. طبعا يعني قمة الإنجاز العلمي اللي أنا بتكلم فيه ده الموضوع، إن أنا أقدر أقيس المسافات مش بالكيلو لكن بالسنة الضوئية عن طريق بلس أو شعاع ليزر. طبعا الليفلز بتاعته أو المستويات بتاعته في القطر والحاجات ديت بتكون دقيقة جدا، اللي هو التحديد آسف. يعني دلوقتي ممكن نشتري سيراميك مثلا أو بتاع يقول لك ده غالي، أصله سيراميك ليزر. يعني إيه ليزر؟ يعني بيقدر إن هو يعمل الحواف بين كل حاجه وحاجه صغيره جدا جدا، لدرجه ان انت لما بتلحمهم تاني على الارض ما بيبانش. بيستخدم في المجال الطبي زي ما احنا شايفين اهو، لو قربنا في مجال الشبكيه اللي هو العين، علاج الانفصام بتاع الشبكيه او الانفصال بتاع الشبكيه، واللي بيكون ناتج غالبا نتيجه مرض السكر او الحاجات زي كده، بيحصل نزيف داخلي جدا صغير جدا 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 في العين، فبالتالي النزيف ده ما تقدرش تعمل عمليه جراحيه عشان توقفه. لكن لو وجهت زي ما انت شايف كده بلص صغيره جدا، نبضه ضوئيه بالليزر الاخضر ده اهو، للمكان اللي انت حددت فيه النزيف، الطاقه الحراريه الناتجه عن شعاع الليزر بيمتصها هذه الجزء من العين وبيحولها لحراره شديده كافيه للالتحام بدون اي جراحه. بخش طبعا في مجال الدرماتولوجي او في المجال الجلديه، طبعا غني عن التعريف، يعني كل المشاهدين تقريبا عارفين استخداماته، سواء ان هو ازاله الندبات، ازاله الحروق، التشوهات، وتفتيح البشره والى اخره. بتستخدم في مجال الفايبر اوبتيكالز او الالياف الضوئيه اللي اتكلمنا عليها في حلقات سابقه، ان الالياف الضوئيه لما بيستخدم معاها شعاع بقى بس مش ضوء ليزر، ده بيزود من الكفاءه بتاعه الليفه، وده بيعزز من الاوت كامز اللي ممكن ناخدها من الليفه الضوئيه لو انت استخدمت معاها الالياف مع الليفه الليزر مش الضوء العادي. طبعا ده فتح آفاق كبيرة حتى في مجال الألياف الضوئية اللي اتكلمنا عليها قبل كده زي ما السادة المشاهدين شايفين. طبعا اللي انا بحكيه في دقايق ده يعني ده جهود علماء سنوات وعشرات من السنوات عشان نصل للتقدم اللي احنا فيه كبير ده. بندخل برضك تاني على استخدام من استخدامات الليزر في التصويبات، يعني ان انت تقدر تصوب. طبعا التصويبات بتاعت سواء في المجال العسكري او في مجال الصواريخ اللي بيسموه حرب النجوم والكواكب بقى اكثر دقه من خلال الليزر، لان نسبه الخطا من خلال التصويب في الليزر لا تتعدى نسبه 1 من 10,000، فبالتالي دي نسبه يعني بتخليه اكيوريت دقيقه جدا جدا جدا. بيستخدم برضك في عمل المعادن وتشكيل المعادن بدقه كبيره جدا، وعمل فيها فتحات صغيره جدا تتقارب من النانو متر والبيكو كمان متر. طبعا ده ما كانش نقدر نعمله بالادوات القديمه، لكن بيقدر نعمله بكفاءه عاليه وفي وقت اقل وفي نفس الوقت دقه متناهيه من خلال استخدام الليزر. الليزر هنا طبعا بيختلف بقى حسب الاستخدام، يعني الليزر اللي بيقطع المعادن قطعا مش هيكون زي الليزر اللي بيصور. في المجال العسكري او المجال العسكري بيستخدم زي ما قلنا دلوقتي في توجيه الصواريخ بدقه كبيره جدا جدا جدا، تكاد ينعدم معاه فرصه ان الهدف لا يصاب، والتحكم عن بعد من خلال اجهزه ليزر زي ما احنا شايفين في الطياره دلوقتي او في محمل على العربيه، يقدر يوجه الليزر بتاعه فيوجه المدفع بتاعه او الحاجه بتاعته بتصويب دقيق. بيستخدم في مجال الكمبيوتر، في مجال الديسك والحاجات دي، حتى دايما احنا نقول اسطوانه ليزر اسطوانه ليزر، عن طريق ان الليزر نفسه السي دي رايتر اللي احنا بندخل فيه الاسطوان عشان نطبع عليها اغنيه نسمعها في عربياتنا، ما هي الا جهاز ليزر صغير بيبدا يعمل بلس صغير او نبضات صغيره على الاسطوانه، الحروق دي بتكون بمسافات معينه تدي شفرات الاغنيه. طبعا بيستخدم في مجال البيئه زي ما احنا شايفين مع بعض،
بدرجات كبيره برضك، سواء في المجال الزراعه واستصلاح الاراضي ومعرفه نوع التربه وتسويه الاراضي والكلام ده، بيستخدم بدرجه كبيره دلوقتي. تحديد المسافات كمان بقى يستخدم، بقى يستخدم في المجال الضوئي، يعني الاوبتيكالز في مجال الضوئيات والحاجات ديت، منها ما هو عملي يعني ليه استخدامات عمليه، ومنها ما هو ترفيهي ليه العاب الليزر والحاجات ديت. وفي مجال العيون بالذات في الحته دي كاوبتيكال يعني بيستخدم في علاج طول وقصر النظر اللي احنا بنسميه، لان العين القرنيه بتبقى عدسه لو محدبه ازيد من اللازم بيدي قصر نظر، فاحنا ممكن بالليزر زي ما بنقول نكحت طبقات من القرنيه، ففي جزء من الثواني بترجع القرنيه سليمه، ما بنحتاجش النضاره اللي احنا بنقول عليه دلوقتي الليزك. طبعا احنا كلنا دلوقتي بنروح المتاجر الكبيره والحاجات دي، دلوقتي كلها بقى شغل ان انت بالباركود بيبدا ده شعاع ليزر، تبدا تعرف او متسجل على الجهاز بيقراه بالباركود، فيقدر يعرف المنتج ده ايه، انتاجه ايه، سنه كام، بكام، وكل الكلام ده بقى من خلال الباركود اللي بقى موجود في كل مكان وعصب الحياه، ما هو الا برضك شعاع ليزر. يعني احنا عمالين نعد مع بعض الاستخدامات بتاعت الليزر في مجال الطبعه، البرينتر، الليزر برينتر دي عباره عن ليزر بيبدا الشفره بتاعت الكتابه تتحول لجهاز، الجهاز ده بيبدا يدي بلصات نبضات، تنزل الحبر بكثافات معينه في اماكن معينه، والورقه بتعدي بالرول فيبدا الحبر ده ينطبع، فبالتالي يدخل بعد كده على سخان او هيتر يثبت الحبر ده مكانه، فتطلع لك الورقه مكتوب عليها الكلام اللي هو كان حبر نزل بشفرات معينه في توقيتات معينه وتسخن على السخان اصبحت ورقه مكتوبه. انترتينمنت طبعا يعني العاب الليزر غنيه عن التعريف، بتسبب لنا البهجه في مواقف كتيره وتطلع لنا المود بتاعنا نتيجه ضغط الحياه، فبالتالي دايما توجهات علماء الفيزياء مش بس في مجال العلم البحث ولكن لمجال امتاع البشريه بصفه عموميه، سواء مجالات طبيه، مجالات خدمه عسكريه، مجالات انترتينمنت. زي ما احنا شايفين دلوقتي ممكن ندخل كمان بقى في مجال الصناعه، يعني مجال الصناعه بقى الليزر دخل فيه بشكل كبير جدا جدا جدا، صقل المعادن، تشكيل المعادن بقى الليزر فيها عصب الحياه، وده اللي بيخلينا نشتري المنتج وندفع فيه فلوس كتيره، لان احنا عارفين ان هو معمول بالليزر، يكفي بس ان انت تسمع يقول لك اصل ده بالليزر، اصل الجلد ده متشكل بالليزر، خلاص كده شايفين ده يعني روبوت بيستخدم نوع من انواع الليزر. شوف القطع بتاعه والدقه بتاعته، يعني انا هسيب المشاهد يشوف وما يسمعش مني كلام ويشوف التقطيع بتاعه بيكون دقيق ازاي. يعني تخيل الروبوت عمل بس بلصات كده صغيره، نبضات صغيره، بص اتقطع بدقه كبيره جدا جدا جدا، ما كانش ممكن ابدا نقدر نعملها بالوسائل التقليديه القديمه. فدخل مجال السيارات من أوسع باب، دخل مجال الطائرات من أوسع باب، دخل مجال الصناعات الثقيلة الضخمة القطارات والطائرات من أوسع باب. شوفوا التشكيل بتاع المعدن نفسه والدقة بتاعه، طبعا ده غاز أو ليزر ثاني أكسيد الكربون بيبدأ يقطع ويشكل المعدن بدرجة جميلة جدا جدا ما كناش نقدر نعملها. بصوا الدقة اللي هو معمولة من خلال الليزر، طبعا ده بيحصل في جزء من الثواني، يعني 3 4 ثواني يكون المعدن اتشكل بالشكل اللي انا عايزه وبالكثافه اللي انا عايزها وبالدقه اللي انا عايزها، وتطلع تيبيكال بالظبط للتصميم اللي كان معمول مسبقا واللي المفروض يكون عليه. نفس الكلام هنا، التقطيع زي ما احنا شايفين بيشكل المعدن بدرجه جميله جدا. كل دي روبوتات بقى، يعني دي روبوتات طبعا بيكون المدفع بتاعها اللي في الاول ده ليزر، وده برضك نوع من انواع ليزر ثاني اكسيد الكربون اللي بيستخدم في تشكيل هياكل السيارات اللي هي البادي بتاع السياره. كل مكان لمسمار، كل مكان لصاموله بيتفتح في نفس مكانه بالظبط بنفس الدقه بتاعته بالظبط، فبالتالي النتيجه طبعا بتكون كواليتي عاليه جدا وفي نفس الوقت سرعة كبيرة جدا. ده معدن بيتشكل في غرفة مظلمة، ريبورت هو اللي بيعمله. على فكرة ده شعاع ليزر، مش منشار ولا حاجة، ده شعاع ليزر، ولكن الطاقة الحرارية الناتجة عنه بتخلي المعدن يتشكل بالشكل الكبير ده زي ما احنا شايفين اهو. ده نوع تاني من انواع الليزر اللي بتستخدم لتشكيل معادن تانية اكثر صلابة ودقة، زي ما احنا شايفين بيقطع الماسورة هنا بدرجة كبيرة جدا من الدقة الكبيرة.
طبعا الكلام ده لو كنا بنتكلم في القرن ال19 او بتاع كان ده نوع من انواع حلم ان احنا نوصل للمرحله دي، لكن بفضل العلم وبالتحديد يعني مجال الطبيعه او الفيزياء قدرت ان هي تخدم البشريه بالشكل الكبير اللي احنا شايفينه ده. طبعا ندخل في مجال تاني بقى اللي هو التشكيل والزخرفه والرسم، سواء على الخشب على الزجاج على المعادن. يقول لك ده معموله بالليزر، طبعا ده بيديك دقه كبيره جدا، يخلي كل قطعتين مفيش فرق بينهم خالص، فبالتالي الجوده بتكون كبيره. ده طبعا التشكيل على الزجاج يعني تروح تشتري زجاج تلاقيه غالي جدا، يقول لك اصله مرسوم بالليزر، ده رسم الليزر بتاعه، شوف بيعمل لك الزجاج اللي هو بنسميه اللي هو اللي ما بيبينش او الغير منفذ بالليزر بدقه كبيره جدا. ده نوع تاني من انواع التشكيل اللي احنا شايفينه باستخدام الليزر برضك. ده لنوع من انواع المعادن، شوف التقطيعات بتكون ماشيه بالتناغم ازاي وبالتناسق، مفيش اي واحده مثلا طالعه مختلفه عن التانيه. خلي بالكم دي نفس السرعه الفعليه اللي بتتم في الواقع، يعني تخيل الفتحه دي كانت ممكن تاخد كام يدوي، او لو مثلا بشنيور او بمنشار، وفي نفس الوقت مش هتديني نفس الجوده الكبيره اللي بتحصل بالروبوت ده. الحقيقه يعني التكامل برضك ما بين الروبوتات، ودي احنا عايزين نفرد لها حلقه برضك الروبوتات دي، لان ما كانش هيقدر عامل بشري او يعني عامل بني ادم يستخدم الليزر في الجو ده وبالحراره ده ويستخدمه، لكن الروبوتات كانت تقدر تقوم. ده هيكل عربيه اهو بيتعمل، ده السقف بتاع السياره بيبدا يتقطع ويتشكل بالليزر ويتلحم كمان بالليزر. دي السيارات اللي بندفع فيها ثمن كبير، بندفع ثمن للتكنولوجيا قبل ما بندفع ثمن للمنتج نفسه. طبعا اللحام بتاعه زي ما احنا شايفين اهوت، تمام، بتاع الابواب والحاجات دي بدقة كبيرة برضك. كل ده بيحقق لنا منتج عالي الجودة بأقل السعر. زي ما احنا شايفين يعني طبعا لو قعدنا نفرد للليزر احنا محتاجين حلقات، ده تشكيل بقى ايه الخراطة نفسها. يعني بصوا كده ركزوا معايا جوه، بص يعني بص الليزر بيعمل الحواف ويقطع، يعني ده شيء عالي من يعني مش عايزين نقول يعني خلى حياتنا مختلفة ازاي. طبعا ده الاسكان بتاعنا او التركيز الفوكسنج باستخدام الليزر بيكون عالي جدا زي ما احنا شايفين، يعني انت بعيد جدا عنه لكن بتركز شعاع ليزر على الحته اللي انت عايز تعمل فيها ثقب، خلاص الموضوع انتهى اصبح ماضيا. جميل دكتور محمد، يعني بعد استعراض هذا الفيلم العلمي والجمال اللي احنا شفناه فيه، كنت دايما بتسألني في كل حلقة من الحلقات تقول لي لو لم يكن هذا الاختراع او الاكتشاف موجود كيف تتخيلي هذا العالم او البشرية كانت تبقى عاملة ازاي؟ خليكي تتخيليها انت بقى دلوقتي. قلت حوالي 14 او 15، يعني الحقيقة استفادة ومجال، فيعني لو ما كانتش الحاجات دي موجودة كان يبقى شكلنا ازاي؟ طب وصناعة وتكنولوجيا وكل حاجة. ببساطة شديدة ارجعي للأفلام بتاعت 1940 و50 وانت هتلاقي الإجابة، يعني السيارات كان هي بشكل عام ازاي. مجال الطبي يعني دلوقتي الندبات والحاجات دي، يعني انا يعني ما حبيتش استفرد في المجال الطبي لان انا عايز افرد له برضك في المستقبل حلقة للمجال الطبي، بس الندبات والحروق والتشوهات اللي ما كانتش ممكن تتشال قبل كده بجلسة واحدة ليزر بتتشال. والغريب ان بقى في اقبال من جانب البشر على استخدامه، ما بقاش في نوع من التخوف بقى زي زمان. يعني اقصد اقول ان هذا الاختراع او هذا الاكتشاف بمرور الوقت بيكتسب يعني زي نوع من الثقة او المصداقية عند الناس. بس للامانة يعني عايزين نقول برضك ان احنا لازم يكون نثق في الشخص اللي بيتعامل مع الليزر، لان الليزر سلاح ذو حدين، انا رايح اجمل منطقة في وجهي ممكن ابوظها يعني. فالثقة هنا في الطبيب او في اللي بيستخدم جهاز الليزر، لان الليزر احنا بنستخدمه بنستخدم الطاقة اللي فيه، فلازم تكون لصالحنا مش لضدنا.
خواص الليزر يعني ممكن تتطور برضو مع مرور الوقت، ولا نقدر نقول ان هي خواص ثابتة لا تتغير؟ ثابتة، لكن بنحاول نستفيد منها أقصى الاستفادة. هي الليزر فوتوناته مترابطة، شدة ثابتة متوازية. كل الكلام ده بقى بنلخصه في التطبيقات دي، كل ما يظهر لنا ان احنا نقدر نستخدمه في حته بندخله يعني بلا شك. مين كان يصدق زمان يعني لو اقول لك دلوقتي مثلا الليزك اللي هو علاج قصر النظر وان انا اشيل النظاره، ما كانش الواحد يتخيل ان حتى العين ممكن يستخدم فيها، كان النظر صعب يعني جدا. القرنيه، لما اقول لك كده هجيب العدسه بتاعت عينيكي واقعد اصنفرها كده واشيل منها طبقه بالليزر، بس يكفي ان هذا الوصف. تقولي انت بتتكلم بتقول ايه الكلام الغريب اللي انا سامعه ده، لان هذا الواقع يعني التجربه ملخصها كده. ايوه العدسه محدبه زياده عن اللازم ده عيب خلقي فبقلل تحدبها، او محدبه فبزود التقعر بتاعها، يعني اللي كان زمان بيتم اللجوء لعمليات وما شابه او ذلك، النظارات. والخطوره والنظارات طبعا والخطوره بتاعتها، ما ولكن النظاره بتعالج العيب الخلقي يعني العدسه بتاعتي محدبه، عينيا القرنيه محدبه، فالبس نظاره مقعره بحيث يحصل نوع من انواع التعادل. فدلوقتي لو انا رجعت دي لحجمها الطبيعي مش هحتاج النظاره. جميل. بس مع يعني الاكتشافات اليومية للليزر والاختراق وهذه المجالات الكثيرة، لسه فيه يعني تظن من وجهة نظرك ان لسه فيه تطوير وتحديث ممكن لسه يحدث لسه في مجالات لم تخطر على لسه، البال ممكن يخترع؟ والبارح غير النهارده وبكره غير بعده، سمة العصر. يعني معنى كده ان احنا محتاجين حلقات وحلقات للليزر. نقدر نقول المره اللي فاتت اتعرفنا بس عليه كفكره، المره دي تطبيقات، ولكن لازالت لسه في تطبيقات اخرى. طبعا لان لو دخلنا في المجال الطبي ده عايز حلقات، ولو دخلنا في المجال العسكري ده عايز حلقات. احنا مرينا عليه مرور الكرام كده بحيث عند المشاهد تتكون رؤية عامة يعني ايه ليزر لما طيب يسمع الكلمة دي. لما بنستخدمه او كل الحاجات اللي حضرتك اشرت اليها في هذا الفيلم، هل بتحتاج درجه من السيفتي معينه طبعا لمن يتعامل معه؟ يعني في لما كنا بنعرض في الفيديو قطع المعادن والحاجات دي ما بيقومش فيها بني كنت ادمين عايزه اسال السؤال ده بس خليته. ريبورت، لا ما يقدرش ما يقدرش. الضوء ده في بيحصل انعكاسات على العين والبتاع، وممكن يحصل له حروق وجروح و و يعني الشخص اللي بيستخدمه ممكن ينجم عنه او ينتج طبعا عنه مخاطر ليه؟ فيش ولا مشهد من اللي احنا عرضناه كان بني ادم ماسك الليزر وبيقطع. زي تكنولوجيا عاليه جدا على فكره، يعني تكنولوجيا كبيره فبيبقى ليها ضوابط معينة طبعا ومعايير عشان طبعا. تستخدم من والريبوت خلالها. اللي بيستخدم بخصائص معينه تخليه يقدر يعني يستحمل درجه الحراره الناتجه او الشظايا اللي طالعه و و و هي برضو توجيه الروبوت واستخدامه كسلاح اصبح في ايد البشر، وان هم ده علم كبير قوي ده، احنا عايزين له يتداخل مع حلقات. الليزر، دي برضو امر صعب جدا على العقل ان هو يتخيل. الفضل لربنا سبحانه وتعالى ان سخر للانسان انه يوصل لعالم الكمبيوتر والبروجرامنج كل الكلام ده اللي بيحركه بروجرام. حتى في مجال صناعة السيارات حضرتك أشرت، قلنا والدقة كبيرة. دايما بنسأل ليه غالية، ليه في تكلفة يعني باهظة جدا عند شراء السيارة، ولكن أكيد ده بيكون وراءه أسئلة كتير. لأنه بيبيع لك التكنولوجيا مش المنتج. تروح تشتري موبايل، الموبايل يعني هو شوية رمل. أيوة أنا يعني الكلام اللي أنا بقوله ده أنا واثق منه. ولكن عشان يتم بنائه تكنولوجيا. وتصميمه أو محتاجين الموبايل بتاعك غير إيه؟ شوية رمل سيليكون. بس باع لك تكنولوجيا. باع لك علم. العربية تتشيل بالشيء الفلاني لأنه باع لك أي التكنولوجيا اللي إحنا شفناها هنا. ما حقيقة التطبيقات دي ممكن سيف تايم، سيف مجهود، يعني حاجات كتيرة جدا. يعني لو اتكلمنا مثلا على الموبايل زي ما حضرتك بتقول، ممكن دلوقتي ان شخص ينتقل من مكان لمكان، في مابس دلوقتي ممكن تسهل طبعا الموضوع. لو حصل مثلا هو ما عرفناش ان احنا نلاقيه، سهل جدا برضو ان احنا نعمل سيرشنج عليه. ففي امور كتيرة جدا دلوقتي اعتقد فرقت مع البشر. طبعا طبعا. ولسه يعني العلم دايما في تقدم، احنا بس عايزين ولادنا يبقى عندهم روح البحث العلمي والانتماء الاتجاه نحو العلوم. احنا عايزين دي، خليني ده أسألك، مش بحفظ، مش لسه بحفظ. محتاجين أبحاث كثيرة جدا وبحوث تجرى على الليزر واستخداماته؟ مازال احنا عندنا معهد قومي لعلوم الليزر، وفي كل كلية العلوم على مستوى الجمهورية في غالب يعني بقى في قسم تخصص ليزر، لان ده بخلاف بقى الابحاث اللي بتجرى في الخارج، اكيد طبعا دي يعني زي ما بنقول كده منيره وبنستنير بيها، فاصبح عندنا داخليا وخارجيا. صح. ولسه يعني انا مجال الليزر ده انا متفائل بيه جدا انه هيكون هو في حياتنا عموما دلوقتي عصب، لكن لا هيدخل في حاجات تانية كتير. هو اعتقد ان هو بقى له اكتر يعني 20 30 سنه، من 1960 كده بدايته يعني يعني. يعني بنتكلم مثلا في 50 او 60 سنه، ولكن الانطلاقه والتواجد والتشعب
كبير بالنسبة للمدى والوقت، صح؟ طبعا يعني التطورات اللي احنا اتكلمنا عنها والتطبيقات كتيرة جدا. وقت صغير ده دلالة على ان في اهتمام بيه، او الاوت كامز بتاعته بتشجع العلماء اكتر. معنى كده ان كل لما بنستخدم الليزر وبننجح في امر ما، ده بيكسبه ثقة اكتر صح، ومصداقية كتير. دي حقيقة، دي حقيقة. ومن هنا بتيجي بقى فكرة الاستمرارية اكتر في ان احنا نعمل ابحاث، او ان احنا يعني نعمل وظائف كتيرة او استخدامات ولما عديدة. احنا بنستخدمه بنلاقي النتائج ايجابيه، بيشجعنا دايما انه ندخل ويتوغل في مجالات تانية. يعني في المجال الطبي من 10 سنين مش زي دلوقتي، مش زي 10 سنين يمكن المجال حاضرين. العسكري حضرتك اشرت اليه برضه واتكلمت عنه، ده طبعا حاجة طفرة. طبعا، بيوجه الصواريخ عبر المحيطات بخطأ لا يتعدى. واحد مش متخيل صاروخ بحجمه بكتلته بكل ما فيه، انك انت توجهه وتوجه ده يعني اكيوريت جدا، دقيق في ثواني في وقت معين. هو بيستخدمه ليه؟ عشان نسبة الخطأ في التوجيه تنعدم. هو شعاع ليزر بيمشي، ده بيسموه حرب النجوم. ايوه. أنا أوجه الصاروخ، وممكن شعاع ليزر يدمر يعني ممكن شعاع ليزر يدمر طيارة. جميل دكتور محمد، كانت إطلالة جميلة جدا النهاردة عن تطبيقات الليزر واستخداماته المتعددة في حياتنا. بشكر حضرتك على هذا اللقاء. الشكر موصول لسيادتك والقناة والسادة المشاهدين. شكرا جزيلا. تمام. أعزائنا المشاهدين، حتى جمعنا مع حضراتكم لقاء في حلقة جديدة من برنامجكم تبسيط العلوم مع أفكار علمية جديدة. شكرا لكم.